راديو ستارز إذاعة النجوم. اشتقت لك كتير، اشتقت لحنيتك لبسمتك لضحكتك لهضامتك. أنا اشتقت لك كتير وبحبك كتير، وبتمنى أن مثل ما روحك راحت فدا هالوطن يكون دمكن وروحكن قيمة لبنان. حنضلنا نتابع القضية طبعاً لآخر نفس من عمرنا. اشتقت لها كتير يا خي، بوعدك أنه رح ضل مكمل للآخر لجيب العدالة وكرمال دمك ما يروح هدر. خي اشتقت لها كتير، لك فقدة بالبيت، بعرف العدالة بلبنان ما حتوصل لمطرح، أنتو حتجيبوا حقكم بإيدكم ودمكم ما حيروح هدر. بحبك كتير، ما حأنساك كل حياتي، وبدعي لك كتير إن شاء الله أنت عند رب العالمين بأعلى رتبة. بقول له أنا مفتخرة فيك قد الدنيا وأنت رفعت اللي راسي، وأنا بحمد الله وبشكره كل يوم إنه الله عطاني إياك. وبقول له أنا اشتقت لك كتير، عم بدعي ربي كل يوم إنه أرجع اجتمع فيك لقعدتك. قضيتنا نضل نحكي فيهم كل يوم، وقضيتنا الأكبر إنه نتخلص من هالزقران اللي حاكميننا اللي كل يوم عم يقتلوا شهدائنا 100 مرة. نحن منحبكن لآخر نفس بحياتنا، ورحنا نضل ننادل كرمال قضيتكن لآخر نفس بعمرنا ولآخر يوم بحياتنا. رح نضلنا مكملين لنرد لكم كرامتكن. نحن منحبكن كتير من كل قلبنا، ورح نضلنا ورا القضية تبعكن لنعرف مين قتلكن ومين عمل فيكن هيك. شو كان صار لو 4 آب ما كان مصيره الانفجار؟ شو كان صار لو كل خي ضل حد خيه؟ لو كل أم حضنت ابنها؟ لو كل أخت خبرت خي عن همومها؟ شو كان صار لو العرسان كملت فرحتهم وكبرت العائلة معهم؟ بتوجه للمسؤولين وبسألهم، مش مهم إذا نحن ما سمحناكم، بس الأهم تسألوا إذا الله حيسمحكم. يوم الثلاثة 4 آب من عام 2020، الساعة 6:08:04 بتوقيت بيروت، انهزت وتدمرت منطقة كبيرة من بيروت بكاملها من بعد تفجير ضخم بالعنبر رقم 12 بمرفق بيروت. أدى التفجير لأضرار جسيمة بالمرفق والمناطق المجاورة حتى البعيدة، إضافة لمقتل أكثر من 218 شخص وأكثر من 7000 جريح، ما زال قسم كبير منهم عم بيعاني لتاريخ اليوم. بمناسبة الذكرى الثانية الأليمة من تفجير مرفق بيروت، إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بتقدم حلقة خاصة من برنامج نجوم كافيه يوم الخميس 4 آب ابتداء من الساعة 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 9 المساء بتوقيت بيروت لبنان. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية ستيسي أبيديكيان أرابيان، بشركة بالتقديم الإعلامي اللبناني صقر البعيني. راديو ستارز إذاعة النجوم. Come on.
العين السوداء كسروكي شوهوكي لقلوب العمياء حرقوكي دمروكي يدين السوداء كسروكي شوهوكي لقلوب العمياء بس نسيوا انك اقوى وعقلوبنا انت الاغلى وراجعه ايامك احلى فكروا أنه صفحة تفجير العنبر 12 بمرفق بيروت طويها النسيان غلطانين أرواح الشهداء المرفق عم بتنادينا من تحت التراب انفجار مرفق بيروت بأربع آب 2020 أطلق عليه مصطلح بيروت شيما تشبيهاً وللأسف بيلي صار لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي انفجار المرفأ هز بيروت وضواحيها أدى أضرار كبيرة بالمرفأ وبالمنطقة بكاملها تضررت المحلات والمباني السكنية والأسوأ نعم والأسوأ أنه سبب مقتل أكثر من 233 شخص وإصابة أكثر من 7000 شخص بحرقة قلب عم بقولن وعم برجف أنا وعم بحكي عن انفجار مرفق بيروت خلينا اسمع زميلي صقر شو عنده تفضل صقر اليوم يوم تاريخي مش بس للبنان ولكن للعالم كله مثل هيدا اليوم ومن سنتين برجع بتذكر العالم مأساة هيروشيما وناكازاكي مثل هيدا اليوم ومن سنتين صحي ضمير كتير ناس بالعالم وقفوا حد لبنان بمحنته إلا المسؤولين عنا كلهم تهربوا كلهم تنصلوا من مهامهم وكلهم تآمروا يمكن خافوا لأن الضربة كبيرة ما كانوا متوقعين هيك ما كانوا متوقعين هيك يصير اليوم عم نستذكر وعبر أثير راديو ستارز المأساة الكبيرة يلي مش ممكن ننساها وبدل ما ينعمل تمثال أو يتحافظ على الإهراءات يلي حمت لبنان من مصيبة أكتر لو ما كانت موجودة اليوم عم نشوفها عم تنهار مكسورة يمكن انكسرت وانهارت من قلة الضمير يمكن تعبت هي واقفة وقال بركي إذا ماتت تحمي ذكرى يلي راحوا يقربها دقيقة صمت لروح أرواح الشهداء بحب
بحبك يا لبنان يا وطني بحبك شمالك وجنوبك بسألك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني سألوني شو صاير ببلد العين مزروع عالداير نار وبواريد سألوني مزروع عالداير نار وبواريد وقلت كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك وإذا نحن تفرقنا بيجمعنا حبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني مساء الخير صقر. مساء النور ستيسي. يعني شو هالليلة شو هاليوم الحزين فعلا. يمكن بتعرف انه لانه احنا عايشين بلبنان هون وبتذكر كتير منيح هالمأساة لما صارت. كيف كان شعورنا؟ هزة أرضية صارت هزت لبنان والضماير عند بعض المسؤولين ما انهزت ولا رح تنهز للأسف. للأسف كنت عم بعمل ريسيرش وعم بقرأ إذا في أي شيء نعم. جديد وفجأة عرفت وقت صار الانفجار من سنتين بأربع آب قال نعم. اليوم رح أحكي كل شيء لأنه ما عندي فيتو ببرنامجي وأنا كشخص صوت حر وأنا كلبنانية كمواطنة حرة أحكي بدي إياه لأنه حقي كلبنانية أحكي. قال وقتها بليلتها ليلة الانفجار رئيس الجمهورية ميشيل عون دعي المجلس الأعلى للدفاع لاجتماع طارئ بقصر بعبدة لبحث الانفجار ولكن لغيت اليوم بعد ما شكله خلص الاجتماع ولا رح يخلص ممكن. ولا رح نعرف الحقيقة. شو رأيك أنت؟ أنا صراحة ما بشوف سرعة الكلمة والتعبير الوقاحة ببعض المسؤولين يلي بيقولوا كلهم بدنا نلاقي بدنا الحقيقة بدنا نلاقي المجرم بدنا نلاقي وين أنا بدي لاقي أنت بدك تلاقي ما في قضاء بيلاقي فيكن تضغطوا لتلاقوا الحقيقة وين الحقيقة والكل بيعرف وين الحقيقة للأسف ولكن عم بيبعدوها دايما للأسف العطر على اللي راح والله يصبر أهالي الشهداء يلي راحوا ما في شيء بيشفيلهم غليلهم. أنا شخصيا ما عندي حدا بيقربني بس بحس كل شهيد من اللي راح بالمرفأ هو بيقربني خيي بيي ابني اختي فهيدا كل اللبنانية توحدوا على حب هيدي الشغلة ولكن عم بيحاولوا يفرقونا بالنعرات الطائفية والنعرات السياسية إنه لا في هيدي الطائفة ما بدها حقيقة هيدي الطائفة ما بدها والشعب كله بده الحقيقة شعب كله متضامن مع الشهداء خاصة نحن بالغربة يعني مندفع أكتر منشتاق لوطننا ما بقى نحس بأمان ولا قادرين نزور بلدنا للأسف حقيقة معروفة ولكن مخبية. أنا بلشت أحكي عن رئيس الجمهورية لأنه هو بتعرف للأسف
الأعلى كاسم، ما حدا أعلى من حدا، لأنه معنا غير ربنا هو أعلى شيء، هو فوق فوق راس الكل. قلت شيء كتير حلو بالآخر، كلنا هو إخواننا إخواتنا بالإنسانية، نشعر ونتألم معهم ونحس معهم، صار بدنا الحقيقة تنقال وعلنا تنعرف. هلا بعد شوي كمان رح احكي شيء عن قاضي البيطار، كمان كيف عم بيجرب يخبي الحقيقة قدي في ضغوطات. رح احكي بليلة 7 آب 2020، بعد كم يوم من انفجار امين عام لحزب الله السيد حسن نصر الله شو قال، وكيف كل حدا عم بيتهرب من الموضوع. رح احكي كل الاشياء علنا، مش عاجبه ما يسمع، مش عاجبه ما يتابع، ولكن بدنا نطالب بالحقيقة ورح نضل طالب فيها، مثل ما الشعب الأرمني من 1915 عم بيطالب بحقيقة المجزرة يلي صار بلبنان. كمان مجزرة كمان، يعني نحكي أكتر من 233 قتيل و7000 جريح. صح صح، هيدا عدا عن عم نحكي نحن القتيل. تعرف إنه ستيسي في عنا مقتولين نفسياً كتير؟ صح، في مقتولين نفسياً كتير. أنا عم قلك أنا قاعد بالجبل بعيد 60 كيلومتر أو أكثر من 60 كيلومتر على المرفق، كنت على البلكون عادي قاعدين وحسيت بهزة أرضية صارت، عرفت انفجار، صرت طلع بالمنطقة وين في شيء انفجار، قنين غاز أو شيء ما مبين ولا دخان ولا شيء قريب، ركبت على التلفزيون دغري لقيت بيروت والعانة، إنه هيدا الانفجار اللي من بيروت لهون أثر فيه. فكيف اللي ساكن ببيروت؟ صحيح. كيف هالطفل يلي كان نايم ومرتاح عم يحلم ببلد جديد، عم يحلم بلعبة يلعب فيها، بيطلع هالانفجار حده، شو شعوره؟ بس هودي يفكروا فيهم، ما يفكروا انه عنا شهداء وعنا ناس ما ماتوا قرايبينهم، بس عنا ناس كتير ميتين وهن عايشين ما حدا حاسس فيهم. صحيح، للأسف دايما نحن منقول نحن أولاد الرجاء، نحن مؤمنين ما لازم نحكي، ولكن صرنا عم ندعي عليهم لهن يقطعوا بذات الشيء، ليحسوا شو يعني فقدان الأب والأم والطفل والخي والأخت والأحبة والأصدقاء والمقربين والعيلة والأهل. للأسف صرنا لهالدرجة. إذا بدنا نحكي كمان أكثر من هيك، أنت عم تتذكر السياسيين شو قالوا ليلة الانفجار؟ أنا بحكي دغري شو حكي رئيس الأمريكي دونالد ترامب لما طلع وصرح إنه عمل إرهابي. ما أكبر دولة بالعالم ما بيطلع بيقول كلمة هيك لو ما كان عارف إنه عمل إرهابي، لأنه عنده أقمار صناعية شغالة 24/24. بعدين سحب الكلمة وقال ما كان قاصد الموضوع، ما بعرف شو اللي صاير. اللي صاير أكبر بكتير من اللي عنا بلبنان الزعماء يلي مش قادرين يحكوا الحقيقة، لأنه الحقيقة يمكن أكبر منهم، يمكن إذا حكوا الحقيقة هن روس كتير بتطير، يمكن ما بعرف على شو خايفين. بس هون بدها جرأة، بدها جرأة الشخص اللي بيطلع بيقول الحقيقة، لو طار بنعمل له تمثال وذكرى مدى لأبد الآبدين. عنا أشخاص خلدوا بالتاريخ، أمير فخر الدين حارب العثمانيين والأتراك، خلت بالتاريخ. ليه؟ لأنه تحديهم بده بلد ويمشي، قالوا ليه عم تعمل أنت اقتصاد ببلدك؟ نحن محتل، نحن اللي منع. قالوا لا أنتوا محتلين، بس أنا بدي أعمل اقتصاد، بدي أخلي بلدي يزدهر. طيروا. للأسف يطلع أي زعيم أي سياسي أي شيء يقول الحقيقة، كلنا منحبه ونوقف حده. إذا منشوف بالتاريخ نذكر أسماء غير يلي ذكرته حضرتك، إذا منفوت بالسياسة هذا اللي خطر على بالي هلأ مع حفظ الألقاب بدءا من بشير جميل، روني معود، وكتار غيرهم كمان. صح، يعني كتار الشيخ الحريري، يعني كتار يلي حكيوا الحقيقة، ممنوع كأنه الحقيقة بلبنان بالوطن العربي الحقيقة ما لازم تنقال عكس يلي نحن منفكر فيه. للأسف للأسف, للأسف. وتحية كمان لروح، في شغلة تفضل. كمان تحية لكل الطائفة الأرمنية كمان للذكرى شهداء اللي راحوا كمان تهجروا وتعذبوا كتير، بس ما مات حق وراءه مطالب. القضية الأرمنية هي شاهد على أي شخص راح حقه يشوف القضية الأرمنية كيف رجعوا أخذوا حقهم، ورجعوا في ناس كتير رجعوا على أرمينيا، بعرف أنه أخذوا حقهم كمان،
ما مات حق وراءه مطالب. وأنا هون بشد على إيد أهالي الشهداء يلي عم يتعذبوا، يلي عم يجيهم تليفونات وتهديدات ليوقفوا، بعدهم مكملين. أنا بشد على إيدهم وبحييهم من كل قلبي. وخلال الحلقة تباعاً رح نسمع رسائل صوتية من أهالي وأخوات الشهداء، وكمان بعض الفنانين يلي كمان بعتوا لنا رسائل صوتية. وهون تحية لكل الشهداء فوج أطفاء بيروت، كمان استشهدوا وهن كانوا بمهمة نزلوا على مرفق بيروت ولكن ما كانوا عارفين شو ناطرهم. خلينا نسمع خلينا نسمع بصوت أمير يزبيك أغنية فوج إطفاء بيروت. نعم. هيا يا رجال الفداء والوفاء، نرص الصفوف نلبي النداء، نكافح نارا نصون الديار، نحن رجال فوج الأطفاء، نحن رجال فوج الأطفاء. شكراً أمير يزبك لهالأغنية لكل يلي استشهدوا بهالنهار بالذات. أنت برأيك صقر، هل بتعتقد الحقيقة قربت ولا رح تضل مثل كل القضايا باقية محطوطة بالرف وممنوع حدا يقرب صوبة معه وممنوع تنقل؟ رح أخذ جوابك ثم رح نسمع رسالة صوتية من سيدة نانسي خزامي زوجة الشهيد إلي خزامي. حسب تحليلاتنا وحسب شو عم نشوف انه الحقيقة معروفة، ما بدتنا نحكوا فيها. ما بدا لما حكي رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب قال خمس ايام تطلع الحقيقة، فعلا كان معه حق، كان بيعرف شو عم بيقول
ما بدها أكثر من 5 أيام. معروف مين جابه ومين حطه ومين سكر الباب ومين مين سمح يفوت حدا ومين ما سمح حدا، كل شيء معروف. ولكن هون بلبنان الضغط اللي عم بيصير شيء مش طبيعي، ضغط خارجي. جوب الجاني كمان ليه راح ما حدا بيعرف، ليه راح شو السبب. كمان بتصور الحقيقة معروفة ولكن ناقصة جرأة أو ناقصة غطاء سياسي لتنحكى، لأنه بتصور إذا انحكت كتير روس تحطير. للأسف مثل ما تنفذت هالأمور تهديد وبعدين تهديدات وقتل وإلى آخره، حسن دياب ما رح أقول الألقاب لأنه أصلا ما بتلبق لهم الألقاب، كل الطاقم الحرامية والكذابين والنصابين، وهن بذات الوقت مجرمين لأنه ساكتين على الحقيقة. حسن دياب كان قايل بس شغلة وحدة صح بحياته، أنه 5 أيام مثل ما قلت، لأنه هي الحقيقة ما بدأ أكتر من هيك. أصلا بيقدروا بين ليلة وضحاها كمان يعرفوا الحقيقة، ولكن للأسف غطوها. خلينا نسمع نانسي خزامي شو قالت. بقول للسياسية إنه بعدنا جرحنا مفتوح، كل ما هي العدالة بعدها غايبة. هيدي هي 5 أيام اللي وعدونا فيها، منعرف شي عن التحقيق اللي صارت 730 نهار ونحنا بعدنا ناطرين. جهنم قليل عليهم، ما رح ندعي لأنه نحنا منا بلا أخلاق مثلهم، بس هن ما خربوا بس ولا فجروا الحجر، هن خربوا بيوت العالم ويتموا عيال. كل شهيد في وراء عائلة ما عم تعرف تعيش بغيابه، صح. كل عائلة من عائلة كل ضحية وقعد بانفجار بيروت عم تتنفس بالغصب، وكل مسؤول يعرف انه هو عنده عائلة والدنيا دولاب. اذا مش خايفانين منه ولا عاملين حساب لعدالة الارض، يخافوا من الله بس، هيدا اقل شيء. ولقالي بدي اقول له انه ولا نهار قدرت اتقبل هالدنيا بدونه. نيال السما فيك يا بطل، اشتقت له. الله يرحمك إلي خزامي، ببكي والله. خلينا نسمع. فيكي صار محلى بقى تخلص جروحك من حرب أهلي، العدوان وحصار وكتار اللي كانوا عم ينتظروا. كلنا ناطرين تمرق هالغيمة السوداء بقى عن لبنان، خاصة انتو يلي عايشين بلبنان صقر. بعرف قدي المعاناة عم بتعيشوها، خاصة يعني اليوم كان نهار كتير قليم. هل كان يوم حداد؟ هل تسكرت المحلات التجارية والمؤسسات؟ ببعض المناطق كان في تسكير حداد على أرواح الشهداء اللي راحوا، في تنكيس أعلام بالدوائر الرسمية خاصة القصر الجمهوري، نكس الأعلام. هيك طلعت الحقيقة. يمكن أصلاً نعم تفضل. كانت العالم كلها حزين اليوم، وللأسف يعني ما فينا نتابع التيفي لما في كهرباء ما في شيء، بس إنه تابعنا هالمهرجان المظاهرة اللي صارت، واللي ألمنا أكتر وتعبنا من يومين لهلأ هو كل يوم بيجي خبر أو كل شوي إهراءات بيروت، مرفق بيروت صح تنهار، تتصدع، تحترق،
ليش قولك؟ تعترف من شهر تتخبى الحقيقة تحتها؟ لا حتى ما ينعمل هيدا الإهراءات تنعمل تمثال أو تنعمل شكل يضلوا ضميرهم يوجعهم إنه ليك كيف كان الإهراءات هلأ بتتهدم مع الوقت القمح عم يتفاعل حسب حكي وما بعرف كيميائيا إذا صح تعبير إنه هالتفاعل أنتم ما عارفين إنه هالتفاعل بيصير ليه ما شلتوا القمحات مثلا ليه ما هويتون ليه ما تدركتوا الموضوع قبل لا ناطرين لتنفجر وانفجرت بدهم ينتظروا قرار لنطفي انه كل هالقد بدها قرار لنطفي صار في حريقة منطفي دغري ما بدنا قرار تسلسل إداري وما بعرف شو لحتى اللي تنطفي فما بعرف شو اللي عم يصير للأسف بيكون في قوانين وفي قرار وفي مثل ما بدهم ولكن للأسف وقت لازم تنقل الحقيقة بتتخبى وقت هن بدهم على ذوقهم بيمشوا الأمور صح للأسف اسمع على شو سمعوا هالخبرية بسبعة آب من عام 2020 قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخطاب أعلن اليوم نفياً قاطعاً ومطلقاً وحاسماً إنه لا شيء لنا في المرفأ سمعته؟ إنه لا شيء لنا في المرفأ لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات أمونيوم على الإطلاق إن الحزب لديه معلومات عن ميناء حيفا أكثر مما لديه معرفة بميناء بيروت ومحتوياته ومنشآته لأن دورنا هو المقاومة فقط هيك بيضحكوا هيك بيزقفوا لك في أكثر من هيك كذب بقى سمعت شو قال صقر عجبك خطابه سمعت وسمعت قبل بشهرين لما حكي إنه هو بيعرف وين في نيترات أمونيوم بحيفا وبيقدر بلحظة بيطيرهم وما بعرف شو وهالقصص هيدي أنا يمكن بتصور تحليلي يمكن السيد حسن وصل له هالورقة هيدي بس مو معه خبر بالحقيقة اللي قالوا عن نيترات الأمونيوم الكمية اللي موجودة بحيفا اللي قال عنها هو كان عم يقصد بيروت من دون ما يعرف هيك بتصور وأنا بعرفه إنسان كتير ذكي أنا عندي احترام كتير تجاهه لأنه هيدا الإنسان بيخطط بذكاء وبينفذ بذكاء ولكن هيدا الحكي ما بيقطع ولا ممكن يقدر يقطع لأنه كذب بحد ذاته ما بيتصدق بطلنا نحن اللبنانية عفوا على التعبير خواريف منصدق شو ما بتقوله قولوا الحقيقة خلصونا بقى ليرتاح الشعب لترتاح الأرواح على القليلة احترموا الأرواح الشهداء عنا رسالة صوتية أيضا خلينا نسمع من مين أنا وصقر ومنرجع منكمل أعتقد إنه الحكي كل اللي نقال اللي بكى حجار الزوان اللي زفت الطرقات نزل دموع الدنيا عم تبكي على كل الضحايا اللي راحوا بانفجار أربع آب يعني شو ما نقال ما بقى نلاقي كلام نقوله لأنه بعد الغصة وبعد الدمعة وبعدنا عم نطالب العدالة إنه تنعرف الحقيقة وكل يوم بقول امبارح كانوا هن يمكن نحنا بكرة إذا ما كنا نحن اللبنانية إيد بإيد ونرجع نتحد كلنا بوجه كل المجرمين اللي بدهم يخربوا هيدا البلد مين ما كانوا يكونوا بوجه كل الفاسدين اللي دمروا لبنان للأسف نحن مشرزمين مشتتين مقصومين نحن اللبنانيين مقصومين 100 قسم
هيدا اللي بحزنني وهيدا اللي ببكيني. 60 سنة عايشة بهيدا البلد، مرقنا بحروب كتيرة ومرقنا بنزاعات احتلالات تفجيرات بمليون قصة مرقنا، وما تعلمنا انه نكون ايد واحدة. انا بقول لكل اللبنانيين امبارح هن يمكن نحن بكرة. هذا منه كلام شعر، يتذكروا من 40 سنة لليوم قديش خسرنا ضحايا من وراء حروبهم وإجرامهم الهمجي على أرضنا. كلهم كلهم ما طلعوا منيح بحق الوطن، وأكترية الشعب منه منيح بحق بلده. أنا بس بدي أقول الله يرحم الضحايا ويصبر قلوب أهليهم ويشفي كل المصابين واللي صار عندهم إعاقة، الله يصبرهم لأنه كل يوم عم بيتعذبوا مليار مرة. والعدالة من عندك يا رب، إذا ما كان في عدالة على الأرض، لأنه أكيد ما في عدالة على الأرض، نحن ناطرين عدالة السماء. الله يحمينا ويخلصنا وينجينا إذا كان بعد في شيء مخطط لهالبلد. ليليان نمر. لا تبكي يا بيروت وهم الدنيا همك، بكرة الحزن بيموت والفرح بيضمك. لا تبكي يا بيروت وهم الدنيا همك، بكرة الحزن بيموت والفرح بيضمك. بكرة نهار جديد، كتير البكي ما بفيد، رح ترجع أكيد أقوى من الأول. شو هالكلام الحلو، ترجع الأيام وتعيش بسلام. يا بنت حلوة يا بنت حلوة يا قلب ولا لبنان، بكرة نهار جديد، كتير البكي له ما بفيد، رح ترجع أكيد أقوى من الأول. رح ترجع الأيام وتعيش بسلام. يا بنت حلوة يا بنت حلوة يا قلب ولا بيغنوا لبيروت بتحس بفرح قد ما تكون بيروت حزينة، وقت يغنوا لها بيروت بتفرح. ليه؟ لأن تلبق لها الحياة وبتلبق لها البسمة. بيروت هي جميلة مهما صار ومهما فعلته، شئته أم أبيته، بيروت رح تبقى سعيدة. صحيح. هون فضل هون بيستحضرني أغنية للراحل كتير زكي نصيف، بيقول فيها مهما يتدمر بلدنا بيرجع بتعمر، مهما يتدمر بلدنا بيرجع بيوقف مثل ما كان وأحسن. وبيروت نفس الشيء. هيدي اللي قالها كمان الشاعر الكبير نزار قباني: كل ما تطلبه بيروت منكم أن تحبوها قليلا. هيدا الكلام صح. شاعر سوري عربي عم يحكي عن بيروت. حبوها بس، نحن نقصنا اللي موجودين يحبوا لبنان. ما بيحبوا لبنان، بيحبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة لبنان. هيدا اللي للأسف وجعنا. مثل ما قالت الممثلة اللبنانية: المواطن ما عم بيحب وطنه، عم بفكر بمصلحته. صار المواطن بحاجة لـ10 دولار، مش عم بحكي أكتر، بـ10 دولار بيسكتوه، بيسكتوا حقيقة، بيسكتوا كل شيء بيعرفوا، لأنه للأسف صرنا بوضع مزري
أكتر من مزري، يمكن كلمة مزري بعدها كتير قليلة، لأنه بعرف المواطن شو عم بيعاني، كيف عايش. في ولاد عم بتنام جوعانة، في عيال عم تاكل فقط مرة واحدة بنهار. ممنوع هالشي يصير. وينك يا دولة؟ وينك؟ أنت بتقبل يا رئيس جمهوريتنا بلبنان ولادك وأحفادك يصير فيهم ذات الشي؟ أكيد لا. فكر بغيرك، فكر بولاد وطنك، هيدا وطنك، هول ولادك كلهم، مش انت بي الكل؟ مش شاطر تطلع تقول لوين رايحين عجهنم؟ تفضل، وصلت شعبك عجهنم، وصلتن، نعم وصلتن للأسف. ما بعرف إذا جهنم هالقد موجعة ولا نحن بعد ما وصلنا عجهنم، أو يمكن تخطينا جهنم يمكن. لأنه اللي عايش هون غير اللي بيسمع، اللي عايش هون بينطر ربطة الخبز بالصف. نخلص من أزمة الخبز بفجأة. ستيسي الغريب وقت اللي حطيت على الفيسبوك إنه أنا برمت، حطيت 400,000 ليرة لجيب ربطة 20,000، وش هادي كأني شحتها، ولو ما بيعرفني الزلمة وشيفني وكذا وهيك معطاني ربطة خبز. تاني يوم حلت الأزمة، وصار الخبز موجود، وصاروا عايتون لتعوا اشتروا خبز. طب كيف كان في أزمة مبارح واليوم ما فيه؟ عامله الشعب اللبناني بأزمات مشان ما يفكر بأي شيء تاني. اليوم أزمة بنزين تخلص فجأة بكبسة زر، أزمة خبز تخلص فجأة بكبسة زر، أزمة مزوت، أزمة بكرة جينا شتوية. هون الكارثة. 250 دولار البرميل ومش متوفر. في ناس السنة الماضية كانت تنام تحت الحرامات لتتدفى. في ناس تنيم ولادها بكير، قلوا الناس كنت نام مشان مدرستكم، وهنا عم بينيموا مشان يطفوا النار لما عنده النار اللي يتدفوا. صار كل شيء، كل شيء متوفر بس لألون مش للشعب. كل شيء متوفر. لما يجي باخرة فيول مدعومة تتحول دغري على المراكز الرئيسية، معروف وين تحولت. طب الشعب شو بيعمل؟ ما بعرف. عنا رسالة صوتية من خطيب الشهيدة والبطلة سحر فارس، خلينا نسمع شو قال بحرقة قلب. بعد مرور سنتين على تاني أكبر تفجير بالعالم غير نووي، خليني أوجه رسالة للقضاء اللبناني، مش للسياسيين، لأن السياسيين معروفين من أول ما خلقنا من 30 سنة لليوم أنا بحبوا المراوعة وبحبوا الكذب واللف والدوران. رسالتي للقضاء اللبناني أنه ما تكونوا مسياسين، ما تردخوا لضغوطات السياسيين. نحن ببلد، نحن مش بمزرعة. أنتوا سيف الحق اللي بيحكم بالعدل. نحن مش طالبين شيء منكم إلا تحكموا بالعدالة والحق لألنا. طالبوا لنا بالحق والعدالة وتجيبوا لنا إياها للشباب اللي بعمرنا، كرمال الشهداء اللي خسرناهم، كرمال خطيبتي سحر يلي كان عندها أحلام وقتلتوها بعمر الورد. بدي أنا تجيبوا لي حق القضاء، أنا مش مضطر ألتجئ للتحقيق الدولي أو للدول الخارجية كرمال أنا أجيب لي حق خطيبتي. كرمال هيك، لأنه نحن ما عم نلاقي في نتيجة، كرمال هيك حنتجه للخارج بسعي من المنظمات الدولية اللي بتساعدنا وبتساعد القضاء اللبناني. رسالتي لسحر، أنا كل يوم بوجه لرسالة لسحر، بقول له أول شيء شوقي لألك وتعدى الحدود. نيال قلبك أنت من المحل اللي بيشبهك، نيالك أنك حد يسوع، محل ما في وجع ولا هم ولا شيء. بدي أطلب من سحر طلب أنه هي تصلي لنا من فوق، لأنه هي قديسة. بدي هي تكون حظي على طول، لأنه هي موقفتني على إجري. بدي أطلب منها تكون مرافقتني وملاك حارس على كتافي وين ما كنت، لأنه أنا بلاها ولا شيء، وهي حدي وأنا حاسس فيها. وبقلها اشتقت لك قد الدنيا عروس، وقد ما يمرق وقت حقك حيرجع، مش لا كرمالي ولا كرمالي، كرمال اللي مثلنا ما بقى ينظلموا. والعمر المجروح وحياتي
قديه صعب نسمع هيك كلام عم بيقلها أنت معي كل لحظة وبحبك وأنت عروس قتلوا حلمك. قديه بيوجع هالكلام، لأنه كل حدا منا خسر حدا بحبه بالحياة، إن كان بهالانفجار أو غير هالانفجار. يعني منفهم هالألم فقدان الشخص عزيز على قلب كل واحد. قديه مؤلمة هالرسالة يا صقر من جبير كنعان. أكتر شيء لما قال لها أنت قديسة، أنت دعي لنا من فوق، يعني قد ما نحن موجوعين هون مش نحن عم ندعي لها بالسلام وتعيش روحها بسلام، هي تدعي لنا لحتى لي نحن كمان نعيش بسلام، نخلص من هالأتون اللي عايشين فيه اللي عايشونا فيه. يعني صح، طلب منا هي تصلي له لأن هي حد يسوع وهي قديسة. هيك كلام بتسمع قديه بتنوجع. طب وين احساسكم انتو يا حراميه يا مجرمين؟ كيف ما بتحسوا مع هيك كلام؟ كيف قادرين تناموا من عشيه؟ كيف قادرين تحطوا راسكم على المخده وفي عيال عم تتالم؟ في امهات انحرموا من اولادهم، في عروس انحرمت من حلم العرس بالفستان الابيض وعيله اولاد. كيف عندكم ضمير؟ اكيد لا. عندكن إحساس؟ أكيد لا، لأنكن مش بشر ولا رح تبقوا بشر بنظرنا. كان مينيموم إذا كان اللي موجودين ما خصهم باللي عم بيصير كانوا قدموا استقالاتهم. مينيموم. أنا لو كنت محلهم بهيداك الوقت وكنت أنا مسؤول، يا أما بطلع بقول الحقيقة مثل ما هي، لو شو بده يصير فيي مش سألين على الموضوع، أو إذا ما بعرف شيء وما دخلني بهيدا الأتون بقدم استقالتي وفل. أما أنه أنا ضل بشارك بهالأتون هالطغمة اللي موجودة، معناتها كل واحد له دخل بالموضوع. ليش بيعرفوا كلمة استقالة؟ بيخافوا منا. شو بدهم يستقيلوا؟ ما في الجد بعدين الأب بعدين الأبن بعدين الحفيد. ما هي صارت شغلة. صح صح. بعت عنا رسالة صوتية، خلينا نسمع من مين. يلا. إذا انفجار مثل اللي صار ما سمعوا ما شافوا ما حسوا، أنا ما بقى عندي شيء يقوله، خلص الحكي والله كبير. يور بشلو. كلام الأغنية صحيح، بيعوك يا بيروت وخانوك يا بيروت. صح صح، للأسف باعوا بيروت. ولكن أنا بشبه بيروت، عاد أنه بشبهها طائر الفينيق، بيروت بشبهها للبحر. البحر ما بيقبل شيء وسخ فيه، البحر بيزد كل شيء وسخ لبرا، بعيد عن المستمعين وبعيد عنك وبعيد عن كل اللي نضاف بهالحياة، فهن رح يزدتن الزمن لبرا، إذا مش هلأ بعد حين. ما في شجرة وصلت عند ربها، هن مفكرين حالهم رح يضلوا مخلدين وموجودين. كتير روس طارت، كتير مش طارت بمعنى طارت ماتت أو شيء، كتير روس انكشفت، قد ما خبوا قد ما خبوا كله بده ينكشف. صح. بيروت بشبهها ولبنان بشكل عام للبحر يلي بزد كل الوسخ لبرا، ما بيخلي فيه شيء وسخ. كلامك حلو كتير صقر. أصلاً هني ما بيعرفوا كلمة رب، ما حدا منهم رح يوصل عند الرب.
على قولت ما في ولا شجرة وصلت عند الرب، ما هن كمان ما رح يوصلوا لأنه هن مش طلعين طلوع، نازلين نزول. نعم، وبدي أضيف شغلة كمان على البوس يلي حكي بلوم القضاة على الشيء اللي عم بيصير، ما بينلام القضاة، القضاة اجوا من قبل السياسيين، إذا قاضي بيقول لهم لا بدي أعمل العكس بصير ببيته تاني يوم. هلا بعد شوي رح أحكي عن القاضي طارق البيطار. نعم، بدي أحكي شغلة كمان مرة اسمحي لي فيها تيسي. فضل. أنا بلوم رجال الدين، كيف بتقبلوا تعملوا احتفالات دينية سنوية أو أي شيء وبتقبلوا يقعدوا بالصف الأول؟ طالما أنتوا عم تطلعوا على المنبر وتحكوا أنه أنتوا اللي روحتوا بيروت، أنتوا اللي كذا، ما تقبل وجوده عندك مين ما كان يكون، بتقله أنت محروم دينيا كنسيا درزيا مسيحيا مسلم سني شيعي، أنت محروم من دينك لأنك أنت مشارك بهذا الأتون، وإلا طلع حكي الحقيقة. وأنا كرجل دين ما بقبل تكون موجود معي أو قاعد وراي أنا عم صلي كإمام، تكون أنت موجود وراي وعارفك أنك أنت أخذت بلدك. عفوا، هيدا أنا بلومن لإلهم. نعم، رجال الدين كمان صاروا على صف السياسيين للأسف. وين رجال الدين قبل سنوات وسنوات يخبرونا أهلينا كانوا بالفعل قديسين بكل معنى الكلمة، إن كانوا راهبين إن كانوا خوارني إن كانوا شيوخ، مع احترامي للجميع، ولكن بطل في شيء اسمه رجل دين، صار كله مصلحة، رجل سياسي مغطى بالدين كمان. صح، لما قلك هذا الزعيم اللي سارق مليارات هذا خط أحمر، ليه خط أحمر؟ بالعكس، إذا أنا كان سوري على الكلمة وبعيد عن خيي، إذا خيي كان عامل هالاختلاس وهالسرقة أنا مع أنه ينكمش مما كان يكون، السرقة سرقة، النهب نهب. أنت كرجل دين مطالب أنت تفضحه لهذا الشخص، مش تطلع تدافع عنه وتقول خط أحمر فلان، خط أحمر وخط أزرق، بطل مين بدي أقرب صوبهم يرجع، ما حدا. خطوط الحمر كتروا كله أحمر للأسف. عنا رسالة صوتية بنسمعها سوا. يلا يلا. بونجور، معكم روزالين بيسجان، اختلالش ضحية جيسيكا بيسجان، نيرس بمكانة مستشفى الروم. صار قطعوا سنتين للانفجار، ونحن بعدنا لهلا مش عارفين مين السبب وكيف اجت النيترات على البور. كذا سنة ما حدا سألين عنه، كان لهلا بعد سنتين بعد التحقيق، إذا بدك فينا نقول إنه ما بلشت مثل ما لازم مثل ما مفروض ينعمل. أنا بدي أقول كلمة للسبب واللي عم بيتسبب إنه التحقيق يتعرقل يقف، ما رح تقدروا توقفوا بوجه التحقيق. العدالة إذا مش هلأ بعد 100 سنة رح تبين ورح تتحاكموا، إذا مش أنتوا ولادكم، إذا ما فيكم تتهربوا رح يتبين كل شيء، رح يتحقق كل شيء. ما بعرف واللي عم يتسبب أنه توقف التحقيق لأنه عم بيخبي أو عم بيدافع عن حدا زميله، حدا بيعرفه كتير منيح عنده مصلحة معه، أنت كمان مثله مثل اللي جاب النيترات على لبنان، واللي أضرب واللي هو أكتر واحد أنا بالنسبة إلي اللي ساكت وعم بيتفرج من بعيد وما عم بيساعد وما عم بيخلي إنه التحقيق ما يتعرقل والتحقيق يكون أسهل ويفتح الطريق للمحقق العدلي والمحامية وكل الجماعة العدل اللي عم بيشتغلوا. انت كمان شاهد اخرس، انت كمان ساكت معناتها انت كمان مثل جبر النيترات على لبنان. ان شاء الله باذن الله ربنا معنا، الملائكة اللي بالسماء عم يساعدونا، ما رح يخلونا نستسلم، اصلا ما رح نستسلم، هن عم يساعدونا، هن عم بيعطونا القوه والصبر انه نضاين معهم. نفسنا كتير طويل، ما رح نتخلى أبداً، دمات إخواتنا ما رح تضل على الأرض،
وهن مجرمين بلا شرف، ما راح يكونوا عم مرتاحين عايشين رايحين جايين مسافرين، هن وولادهم عم بيعملوا أعراس وزهرات وظهرات، إن شاء الله هن كمان بيخسروا ولادهم إخواتهم أماتهم أو زواجهم ما بعرف قدام عيونهم. بس اللي بدي أقوله إنه العدالة راح يتحقق، راح تتحاكموا، راح تنزربوا بهالقوة الحبوسة مثل الفيران. شغلة تانية بقطعوا سنتين، بعرف بعدها لهلأ معنا جسي، كل دقيقة نتذكرها ما مننساها، عايشة معي، عايشة مع أهلي، مع اللي بيحبوها كتير، مع اللي ما بعضهم بيتذكروها بيبكوا كرمالا. نحنا كتير اشتقنا لك، بعدنا مشتاقين، ما منسيناكي، ما مننساكي أصلا، هيدا الشي ممنوع. انت معنا جواتنا، انت بقلبي، رح تضلك معي، انت كل نفس اخدها بتذكرك وانت معي. حياتي كتير صعبة بلاكي وعم تكون أصعب كل ما بيقطع الوقت، كم منحس بفراغ بالبيت من دون وجودك معنا، منحبك كتير، إن شاء الله يا رب تكوني راضي علينا ونتلاقى بالسما ونطورينا، بحبك كتير. حرام كل الدنيا عم تبكي يا بيروت، قتلوا البشر، هدموا الحجر، ودمرت البيوت. كل الدنيا عم تبكي يا بيروت، قتلوا البشر، هدموا الحجر، ودمرت البيوت. قتلوا البراءة والطفولة، حاولوا قتل البطولة، بس البطل لولا انقتل بيبقى وما بيموت. يا بيروت انتو مين لتقتلوا البراءة؟ انتو مين سمح لكم تاخدوا أرواح هالشباب والصبايا والعيال والنساء والرجال؟ انتو مين؟ انتو ما عندكم رب؟ انتو ما عندكم إيمان؟ صبية بعمر الورد هي وعم تتوجع على المستشفى، مستشفى الروم بالأشرفية لتبلش عملها، وفجأة بيطلع الانفجار بلمحة تختفي حياتهم كلهم. انتو مين؟ قولونا بس انتو مين، ما عم نعرف قد ما صرتوا لابسين وجوه ووجوه وأقنعة وأقنعة. خلصونا، خلصونا منكن، من قرفكن، من إجرامكن. تركوا شعب لبناني يعيش، تركوه، تركوه بقى، خلصونا. بشعب الغني ما بتنكسر ما بتنحني. كيف ما بدي اتأثر اسمع هيك صبية عم تحكي عن صبية تانية، عن اختها؟ كيف ما بدي اتأثر واسمع هالحكي المحزن وانتو تسمعوا كأنه ما سمعتوا؟ يا عيب الشوم عليكن يا بلا ضمير. بعرف عندك حكي صقر تقوله، تفضل قول. لما تجي ست بتقول ابني حلو ومنيح وعيونه عسلية، عم تسأل عن ابنها يلي راح، قد ايه بتوجع؟ إذا مجرد هالمسؤولين سمعوا هيدي الحجة وسمعوا هيدي البنت وسمعوا هيديك الخطيب الشاب اللي حكى عن خطيبته، ما بيبكوا؟ ما بيتأثروا؟
عن جد غريبين. ليش عندهم إحساس؟ صحيح يلي قلتوا هالجملة بتذكرها، رحت عم تسأل عن ابنها الحلو عيون العسليات، وينه ابنها؟ الأم عم بتنبش ابنها بين الأشلاء، نازلة على الأرض عم بتشوف ابنها وين. للأسف الحكي مش مثل الشوفة، في ناس كانوا تحت على الأرض خبروني قالوا لي يا ما فينا نتذكر اللحظة كيف كانت الشوارع اللي حد المرفق، شيء ما بينتسى لأبد الآبدين قد ما كان مؤثر. للأسف عنا بعد رسالة صوتية من ديفيد ملاحي لنسمع شو عم بيقول لخيه رالف ملاحي. نعم. اللي سبب الانفجار إن شاء الله بيستلم ولاده مثل ما أنا استلمت خيي شقفتين صغار، إن شاء الله بيستلم إخواته مثل ما أنا استلمت خيي ومثل ما بي استلم ابنه شقفتين، إن شاء الله يغصوا هن وعم بيأكلوا ليك لأي درجة، إن شاء الله يموتوا أبشع الأموات حريق وغريق وتشطشط على الطريق. ورسالتي لخيي، هلا أنا بحاجة لك، هلا بدي أجيب لك حقك يا خيي، خليك واقف حدي، هلا أنا بدي دعم منك، بدي سلام منك، بدي تحط إيدك معي كرمال أعرف مين اللي قتل اللي قتلك يا خيي. الله يصبرهم، الله يصبرهم فعلا. خلينا نسمع مقطع من الأغنية بنرجع منعلق. سلاما لونه ياقوت، محبة بطعم التوت، على بيروتنا الغالي وما أدراك ما بيروت. سلاما لونه ياقوت، محبة بطعم التوت، على بيروتنا الغالي وما أدراك ما بيروت. يا بيروت يا بيروت. بيروت حلوة، ليه ما بتتركوها تعيش مرتاحة وسعيدة؟ شو بدكن منها؟ كرسي؟ نعم. منصب؟ أموال؟ ما عندكن كلن، شبعوا بقى. يا بيروت باب المبتدى والعطف. تعرف لغاية اليوم صار في 21 قضية قضائية، وللأسف كلهم محطوطين بالرف، خاصة القضايا أو الهودة 21 قضية أدى لتجميد عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من أكثر من 8 أشهر، ويلي دعموها ومين دعمتها؟ مين دعم التعطيل القضايا؟ حركة الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ليكو هالحكي، عطلوا وهلأ قاضي بيطار شايل إيده عن القضايا من 8 أشهر، لا بيعلق لا بيجاوب ولا بيشرح شي. لبنان لبنان، كل شي بيصير بلبنان. نعم. للأسف في المحامي جيلبير أبو عبود اليوم، هو أحد وكلاء أهالي ضحايا، قال إنه في سيناريو إيقاف المحقق العدلي قاضي طارق بيطار عن النظر بالملف 5 مرات ومن أشهر كثيرة، قبل ما في ناس يدعموها من 23 كانون الأول الماضي، ما في ولا نتيجة، ما في ولا محكمة، ما في ولا أي شيء عم بيصير على الأرض للأسف، لأنه في واسطة، الواسطة بين هلالين عم بحطها صارت معروفة بلبنان. يعني هيدا بيروت، شو المستنظرين بعد من بيروت؟ معقولة بعد يكون في تحقيق؟ معقولة يكون في عدالة؟ معقولة يكون في نتيجة؟ شو بتقول صقر؟ أنا والصراحة بشوف أنه يمكن الأوضاع القضاة بلبنان نزيهين، ولكن السياسة ما عم تخليهم يشتغلوا مثل ما لازم. فالقاضي بيطار وصل لنتائج كتير كتير بتخوف كتار، منشان هيك حبوا
أصول جناحاته. ولحديت هلا لو قادرين يضغطوا ويشيلوه ما كانوا يشيلوه، بس مش قادرين يشيلوه لأنه الزلمة ما غلط، ما اشتغل شيء ضد القانون، ما عم دافع عن حدا، ما عم دافع عن القاضي بيطار أو عم دافع عن فلان أو علان، ولكن تركوا القضاء يأخذ مجرى. بعدين إذا أنا طلبوني وكنت بريء إيه بدي خاف روح بروح بزبط براء. يلي عم بتقوله صح، بس لا اشتغل ضد القضاء، تعرف ليش؟ لأنه هو حلفين يمين، وقت بيحلف يمين لازم يطبق الحلفين يلي أخده من سنوات طويلة طبعا، لازم يطبق على يلي قاله. يعني هو لا عم بيساعد الناس ولا عم بيجرب يشتغل بالموضوع، طب ليه ساكت من أشهر؟ هلأ ما في هلأ القضايا اللي طلعت ضده كف يده ممنوع يصرح ويدان على هالموضوع. يعني ما في القاضي بيطار إذا كفوا يده أو في ملاحقات قضائية بحقه ما في يطلع يصرح، هاي قضائيا عم بحكي قانونا. صح صح. هلأ هو ناطر لتخلص هالقضايا هاي ليرجع يبلش ملفه، لما تخلص القضايا بيخلقوا له قضية جديدة ليكفوا له يده. أما تنحية القاضي بيطار هيدي اللي مش قادرين عليها، لأنه قانونا ما اشتغل شيء غلط لحديت هلأ. قانونا هو طلبهم، هو عم بيقول لهم طب يجوا هود اثنين على التحقيق أو ثلاثة نرجع نطلب ناس غيرهم. مش بس هن المطلوبين، في كتير غيرهم مطلوبين. وصل لنتائج أنا حسب ما بعرف وصل لنتائج بتخوف كتير ناس، بيعرف حقائق كتيرة. صح. من هيك راحوا زاروا قصر العدل وهددوا بنص قصر العدل جوا، حتى بعرف انه عائلته عمل له حماية خاصة لانه كمان هددوا بعائلته. فان شاء الله على امل هالقضاء يصير حر بلبنان للملفات ال21 اللي حكيتيها او الملفات الكتير كبيرة الدسمة اللي فيها حق الشعب يتبين وتظهر. على امل. عنا رسالة صوتية بعد نسمع من أي فنان. يلا. عمين بدنا نسب على الحرقوك علي هدم حلمك وانت وشب، او عشرف يلي بكذب باعوك اصلا ما في عندن شرف ينسب. حبيت بلش حديثي من هالجملة يلي هي بقر أغنية لإلي بيروت ما بتموت، صرخة طلقة طلقة بوجه كل ظالم وجاني على بلدنا الحبيب لبنان، صرخة بوجه كل المسؤولين، صرخة عتب وندم وإشمئزاز. لأنه الحقيقة ذكرى 4 آب منا ذكرى عادية، منا مناسبة، منو انفجار، منو شيك ابدا صغير، يمكن بنظرهم مرق مرور الكرام، اما بنظرنا اكيد من ضم صوتنا لصوت كل اهالي الشهداء اللي خسروا ابنائهم بانفجار 4 آب. غير انه شو خسرنا هالصرح الكبير اللي لبنان بيتغنى فيه من ولادة بيروت لليوم، يلي جربوا من خلاله يقطعوا شريان الحياة لبيروت، بس للأسف نوعدهم ما رح يقدروا. بإذن الله ولأنه أرضنا مقدسة ولأنه شعبنا هالقد حي ورح يبقى حي، وكلنا منعرف قديه كان ومازال حي، إن شاء الله يا رب يبقى لبنان منارة للشرق، ونحن من خلال الغنية والصوت وصلنا اللي بدنا نقوله. ونحييكم من بيروت، هشام الحج. حلو كتير. اسمع الأغنية وكلامة صار. يلا. عم يوجع قلبك يا تغبرني، صلي باسم مريم باسم يسوع، صلي بسم الله يا موجوع، قلو لالله بعد صبرني كاس المجد هو
بدنا نسد عالحروب علي هدم حلمك وانت وشب هو الشرف يلي بكذب اصلا ما في عندهم شرف ينسب اسمع اصلا ما عندهم شرف عم بيقول قديه صحيح كلامه حلو بعدين يقول لي تقبرني للبنان هيك تشعر صح تقبرني قد ما حلو الكلام صح ومبين يعني أصلاً معروف عن الفنان هشام الحاج قديه وطني وقديه بيحب دايماً حتى لو عنده حفلات خارج لبنان وقت إجا كمان على أمريكا التقينا وحكينا بيقول لي دايماً عندي ضعف تجاه وطني بحب لبنان مثل ما كتار من الفنانين بيقولوا منهم زين العمر معروف قديه هو وطني بالرغم من عنده صح. جنسية كندية ما بيترك لبنان والفنان غسان سالم أيضاً عنده جنسية كندية ولكن ما بيترك لبنان لأنه هالقد بيحبوا لبنان يا ريت هالسياسيين بيشبهوا فنانيننا شوي بس لا عندهم إحساس ولا عندهم كرمة ولا عندهم شرف مثل ما قال هشام الحاج تينسب صح ما عندهم شرف تينسب للأسف عندي بعد مجموعة من الرسائل هي مجموعة ما عم بيوجهوا لإذاعتنا أو للمستمعين ولكن خلينا نسمع شو قالوا يلا طبعاً لآخر نفس من عمرنا نحن منحبكن لآخر نفس بحياتنا ورح نضل نناضل كرمال قضيتكن لآخر نفس بعمرنا ولآخر يوم بحياتنا شو كان صار لو أربع آب ما كان مصيره الانفجار؟ شو كان صار لو كل خي ضل حد خيه؟ لو كل أم حضنت ابنها؟ لو كل أخت خبرت خي عن همومها؟ شو كان صار لو العرسان كملت فرحتهم وكبرت العائلة معهم؟ بتوجه للمسؤولين وبسألهم مش مهم إذا نحن ما سمحناكن بس الأهم تسألوا إذا الله حيسمحكن اشتقت لك كثير يا خي بوعدك انه رح ضل مكمل للاخر لجيب العداله وكرمال دمك ما يروح هدر قضيتنا نضل نحكي فيهم كل يوم وقضيتنا الاكبر انه نتخلص من هالزقران اللي حاكميننا اللي كل يوم عم يقتلوا شهداءنا 100 مره بقول له انا مفتخره فيك قد الدنيا وانت رفعت لي راسي وانا بحمد الله وبشكره كل يوم انه الله اعطاني اياك وبقول له انا اشتقت لك كثير وعم بدعي ربي كل يوم انه ارجع اجتمع فيك لقابتك رح نضلنا مكملين لنرد لكم كرامتكم نحن منحبكم كتير من كل قلبنا ورح نضلنا ورا القضية تبعكم لنعرف مين قتلكم ومين عمل فيكم هيك خي اشتقت لك كتير لك فقدة بالباب بعرف العدالة بلبنان ما حتوصل لمطرح انتو حتجيبوا حقكم بايدكم ودمكم ما حيروح حدا بحبك كتير ما حانساك كل حياتي وبدعي لك كتير ان شاء الله انت عن رب العالمين بأعلى رتبة بقول له أنا مفتخرة فيك قد الدنيا وأنت رفعت لي راسي وأنا بحمد الله وبشكره كل يوم إنه الله عطاني إياك وبقول له أنا اشتقت لك كتير عم بدعي ربي كل يوم إنه أرجع اجتمع فيك لقابتك أنا اشتقت لك كتير وبحبك كتير وبتمنى إنه مثل ما روحك راحت فدا هالوطن يكون دمكن وروحكن قيامة لبنان صوتن صوتن أبداً ما بيموت ما بيموت ما بيموت صوتن 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 أبداً ما بيموت ما بيموت ما بيموت يا بيروت بتغني ما بتبكي اللي صار عم بيصير فيكي ما بتستسلم له أرضيكي
شكرا لدكتور إلي بيطار يلي كتب هالكلام الجميل نسمع سوا انا وياك صقر. نرجع منعلق على الرسائل يلي سمعناها قبل شوي. نعم. طول عمرك بتضوي عالكون سقافي وفن من كل لون بحرك موجك هون وهون خبر عن روعة شواطئك اللي صار وعم بيصير فيك ما بتستسلم له أرضيك اللي سمعناها هي من كلمات الفنان اللبناني شامل غسان سالم وألحان وتوزيع الموسيقي اللبناني الأستاذ جاد الرحباني. حلو كتير. أما الرسائل يلي نعم كلامها كتير مؤثر صح. وغسان معروف قدي عنده إحساس مرهف قدي بيكتب حلو صح. خاصة هيدي الأغنية كتب من قلبه لأنه بيروت موجوعة مثل ما هو موجوع قلبه موجوع وقديها بصوت حزين يعني بيأثر فينا بفوت صح. للمشاعر صح. بنهاية البرنامج رح نرجع نشوف هالدقيقة وعشر ثواني اللي صور فيهم أغنية بيروت. ولكن قبل سمعنا رسائل صوتية الأم عم تتمنى ترجع تحضن ابنها وتشوف ابنها وفي أم فخور بابنها وفي خايفة فخور بابنه ولكن لاحظت كلهم عم بيطلبوا من أرواحهم القوة. نعم لأنه دايماً بس نفقد شخص عزيز ونكون نحن على الأرض عاجزين نحقق الحقيقة اللي هن عم بيطالبوا فيها نطلب الدعم من أرواحهم يلي ربنا بيكون عطيها القوة ويمكن بعدها موجودة حوالينا وحواليهم يعني وعم تدعمهم وتساعدهم ولو نفسياً. الله يرحم بيك وبي يلي مناخد قوة منهم كرمالك نحن نعم بنعرف. الله يرحم بيك كمان اليوم
يمكن ستيسي قوة فيكي كمان، مشكورة انك عم تطلعي بحلقة مؤثرة بيوم مؤثر بحياتك. الله يرحم والدك كمان اليوم ذكرى وفاته السنوية. للأسف يعني هيدا حال الدنيا بالنهاية، بس مشكورة كتير انك عم تطلعي وبهالقوة هيدا. شكرا. ذكرى وفاته ب 21، ولكن هيدا نهار المؤلم يلي دخل فيه على المستشفى بلش، فهيدا نعم. نهار بلش فيه الحزن والمعاناة، وقال لي يرحم والدك يلي انت بتاخد قوة منه. شكرا. هو بيعطيك القوة صح لتقدر تستمر صح. بالحياة صح. سأل يعني أنا نعم. مثل ما ذكروا الفويسات انه هلأ نحن بحاجة لإلكن، وأنا مرقت بمرحلة كنت عم أقول نفس اللي يكونوا عم بيقولوا، ولكن بي توفى وفاة طبيعية، ما توفى شهيد أو قتل أو انسرق سرقة بهالطريقة هاي. وكنت بتألم كتير، فكيف هن يعني أنا عم بحس بوجعهم هلأ أكتر من وجعي أنا. وخاصة خي عم بيقول استلمتك شقفتين وبي استلمك شقفتين، قدي بيوجع هالشي. حرام كتير بيوجع. نعش ونص إلا خمسة ظهر بتوقيت استوديوهات راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. صرنا بختام حلقتنا الحزينة لليوم، ذكرى تانية من انفجار مرفق بيروت. قبل ما أعطيك الكلمة الختامية، شكرا صقر لأنه كنت عم بتقدم معي هالحلقة، حضرناها سوا أنا وياك لنقدر نطلع نوصل رسالتنا، وبعتذر من المستمعين والمشاهدين إذا كنت قاسية، بس ما بعتذر من المجرمين والحرامية لأنه هيدي حقيقة والحقيقة تقال، بدي أقولها مثل ما هي وكيف ما كانت. شو عندك تقول بختام حلقة لن ننسى لليوم؟ في ختام الحلقة أول شيء بدي أتشكرك كمان ستيسي، كمان تشكر إنه قبلتي يكون معك بالحلقة، يعني شرف كبير لي شارك معك بتقديم هالحلقة المؤثرة. وأنا كل ما أسمع فويس كل ما كان جسمي كله عم بتحرقص، إنه متضايق إنه حرام. في ختام هالحلقة بحب أقول بتمنى من كل قلبي حقيقة تبين، على القليل نريح روح هالأشخاص يلي رحلوا، لأنه روحهم ما بترتاح إذا ما الحقيقة ظهرت، ولو بعد حين بدها تظهر الحقيقة. إن شاء الله تظهر قريباً. كمان هالأم اللي خسرت ابنها واللي يعني الحقيقة بتبرد لها خسارة ابنها، هاللي أخذ خيو شقفتين كمان بعيد عن السمعين كلهم وبعيد عنك ستيسي كمان، إنه كمان منا سهلة أبداً هالخيال، مجرد ما يقولها كلمة الواحد قدي موجعة. كمان الحقيقة بتبرد بقلبه هيدا الشيء، بس ينظر لهالشغلة هيدا ويبينوا الحقيقة مين ما كان يكون لازم تبين. صح، اختصرت كتير من الكلام كنت رح أقولهم أنا بدم صوتي لصوتك، على أمل ربنا وبأعجوبة من عنده تظهر الحقائق بأسرع وقت ممكن، بأعجوبة من عند ربنا ترجع بيروت تعيش شيء أم أبو، لبنان ترجع أيام الحلوة ترجع له، وإن شاء الله يا رب كلكم ترتاحوا وتعيشوا حياة سعيدة، لأنه شعب اللبناني عينا كتير. أربع آب مش كلمة، انفجار مرفق بيروت مش كلمة، ذكرى تانية وأليمة لبيروت. أنا بعزي كل أهالي الشهداء والله يرحمهم، وبعرف أنتم من فوق ناطرين الحقيقة والعدالة، وإن شاء الله بقوتكم أنتم رح تبين الحقيقة. مني أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان، ومن زميل الإعلام اللبناني صقر بعيني منعزيكم، وشكرا لكل المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا، إلى لقاء سعيد إن شاء الله قريبا إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. عين السبب سيفنا وعين
راديو ستارز، راديو ستارز، إذاعة النجوم اللبنانية. راديو ستارز، راديو ستارز، إذاعة النجوم اللبنانية. راديو ستارز.